έτσι σε φωτάμε. Όλοι, λιμάδα τα σωρία φωτά. أشعر بكثرة التبول وبشرب السوائل بكثرة نتيجة العطش وبالخمول والكسل والنوم وبفقدان الوزن الملفت للنظر. منذ متى؟ بحوالي 10 أيام. حسب الأعراض التي ذكرت والتحاليل المخبرية تؤكد إصابة فوزان بداء السكري من النوع الأول، ولكنه صغير على أن يصاب بمرض السكري. إن مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارا بالعالم، ويصيب الجنسين ومن جميع الأعمار. يصاب الإنسان بمرض السكر لأن جسمه لا يتمكن من استخدام السكر الذي يوجد في الطعام بصورة طبيعية، فالجسم يحصل على السكر والذي يتحول لعمليات التمثيل الغذائي في الجسم إلى جلوكوز كمصدر للطاقة من الطعام، وخاصة الحليب والعسل والخبز والأرز والفواكه، ويدخل الجلوكوز إلى خلايا الجسم بمساعدة هرمون الأنسولين، حيث تستخدم تلك الخلايا الجلوكوز لتوليد الطاقة. للأنسولين دور أساسي في إدخال الجلوكوز إلى الخلايا بالإضافة إلى تنظيم عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والمحافظة على نسبة السكر بالدم بصورة متوازنة، فيزداد إفرازه بعد تناول الطعام وتقل نسبته عند انخفاض مستويات السكر بالدم نتيجة للامتناع عن تناول الطعام كما يحدث في حالات الصيام. وماذا لاحظت على فوزان في الآونة الأخيرة يا أبا فوزان؟ تكرار ذهابه إلى دورة المياه وخاصة في الليل، وكذلك قلة نشاطه المعتاد. وبناء على ذلك يا أبا فوزان، سأوصي بإدخاله إلى المستشفى ليتم تنظيم السكر عنده، ونبدأ معكم بجلسات تثقيفية وتعليمية لكي يتمكن من معايشة المرض في المستقبل. وهل سيكون علاج ابني عن طريق الأدوية أم عن طريق الحقن؟ السكر هو حالة دائمة لا يمكن لجسمك خلالها تصنيع كمية كافية من الأنسولين، أو لا يمكن استخدام الأنسولين الذي يصنعه بشكل جيد. والأنسولين كيماوي تصنعه خلايا بيتا في البنكرياس، وهو يطلق للدورة الدموية عندما ترتفع مستويات الجلوكوز فيه بعد الوجبات على سبيل المثال، وهو يمكن الخلايا من تمثيل الجلوكوز من الأكل الذي تأكله لتوليد الطاقة. الجلوكوز نوع مركب كربوهيدراتي يشكل مصدر الطاقة الأساسي للجسم. عندما لا يستطيع جسمك أن ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو عندما لا يتمكن من استخدام الأنسولين الذي تنتجه، لا تستطيع الخلايا تحويل الجلوكوز من أجل الطاقة، وبذلك تبقى كمية الجلوكوز في الدم عالية. وبما أن الأنسولين ودوره الأساسي لمرض السكر، لذا يتوجب عليك أن تفهم جيداً كيف يعمل الأنسولين داخل الجسم؟